Look, read. How can you help run? Talk to your partner. Rana has homework. She wants to do research. She wants to find information online. How can we help her? Rana بتعمل واجب. She wants عايزة. She wants here to read to do research. هي تبحث. Do research. She wants to find information online. محتاج إن هي تجد معلومات online. عالنت. How can we help her؟ إزاي نقدر نساعدها؟ إيه التوصيات وإيه النصايح اللي نديها لرنا عشان تقدر توصل للبحث اللي هي عايزاه؟ Let's help Rana. What do you want to find? Write the question. What do you want to find? أنت عايزة تدوري على إيه؟ Write the question. اكتبي سؤال محدد. Where do you turtle live? أين تعيش الضفدع؟ Find the important words in your question. The important words أوجدي الكلمات المهمة في السؤال. These are keywords. هذه كلمات مفتاحية. Keywords. Use a search engine. Search for keywords. استخدم محرك البحث. Search engine. Search for the keywords. ابحثي عن الكلمات المفتاحية. Use two to three different websites. Find a lot of information. استخدمي أكثر من ويب سايت، أكثر من محرك بحث للحصول على المعلومات. Read information and write your ideas. اقرأي المعلومات واكتبي أفكارك. Find photos too. ودوري على صور كمان. Write the names of websites you used. اكتبي أسماء محركات البحث أو الويب سايت أو المواقع الإلكترونية اللي أنت استعملتيها. ويب سايت يعني مواقع إلكترونية. سيرش إنجن يعني محركات بحث. كيبورد يعني كلمة مفتاحية. سيرش بحث. سيرش إنجن محرك بحث زي جوجل، زي مثلا ياهو، زي فايرفوكس، زي ويب سايت فورميشن، زي محرك البحث ده كده. بنلاقي محرك البحث ده بيفتح لنا صفحة. الصفحة دي بنحط عليها كيبورد. الكيبورد ندور على كيبورد يجيب لنا ايه اللي احنا عايزينه. مثلا التورتل ونبحث ونلاقي جابت لنا صفحة التورتل اللي هي السلحفاة ومعلومات عن السلحفاة وانت عايش فين والكلام ده.